لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب التوبة، وعن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين شك من الرب أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لا لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام: خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. حديث عظيم القدر كثير النفع. زر بن حبيش أحد ثقات التابعين أتى صفوان بن عسال الصحابي الجليل. قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين. كيف كان سؤالهم عن العلم عما حاك في صدورهم أو حك في صدورهم أن يسألوا عن ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأله عن الدليل، يسأله عن الوحي، يسأله عن الذكر، ليس يسأله عن المذاهب والآراء، فإنها السبب في اختلاف يعني في ما حاك في صدره. هناك آراء تقول يجوز، آراء تقول لا يجوز.
فلذلك حك في صدره. فجاء يسأل عن العلم، هكذا السؤال ينبغي أن يكون. فقال: ما جاء بك يا زر؟ مقصود صفوان رضي الله تعالى عنه استخراج العزيمة الصادقة، تجديد العزيمة، يسأله لكي يستحضر المتعلم طالب العلم نيته فيما يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نسبح الله ونحمده، وجلسنا نذكر نعمته علينا بالإسلام ونحو ذلك. فجعل صلى الله عليه وسلم يستحلفه فيقول: الله، ما أجلسكم إلا ذلك، 3 مرات، وهو قد علم من أول إجابة، ولكن ليستحضر المتعلم وطالب العلم والمتعبد والذاكر وكل من عمل عملا صالحا يستحضر النية الصادقة والعزيمة، ولا يتحول إلى مجرد عادة يفعلها، تجديد هذه النية، لأن القلوب تصدأ وتبلى تخلق، فيجددها بهذه الهمم العالية. فقلت: ابتغاء العلم. إذن الانتقال لطلب العلم هو مما يقرب إلى الله عز وجل، وهذه صفة الصالحين، يطلبون العلم، ليسوا ينتظرون أن يأتيهم العالم أو الداعي، وإنما هم يطلبون، يذهبون. ما جاء بك، إذن هو أتى صفوان بن عسال، أتى العالم ليسأله، وأتى ليستمع إلى درسه، وقد سأله في أشياء شتى، وكل منها له فائدته العظيمة. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني تواضعا له، إكراما له، حبا له، رضا بما يطلب، لأنها راضية بما يطلب. وهذا وإن كان موقوفا في هذه الرواية فإن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب. تخفضها، فهي تظهر له الود واللين والحب والخضوع، يعني والتواضع له، نوع من الرضا بما يطلب، تعظيما لشأنه، يعني تقديرا له، وهو ما زال طالب علم. لذلك الملائكة يعني تعظم شأن طالب العلم. والحديث في الترغيب في طلب العلم، وأن الملائكة تصحبه وتكون على طريقه، لأنها عندما يذهب لطلب العلم ويسير في طريق طلب العلم فالملائكة تكون معه وتضع أجنحتها له رضا بما يطلب. وهذا شأن كل محب للدين، فإنه يحب أن يتعلم الناس الدين، ويحب من يسلك سبيلا يلتمس فيه علما، والله عز وجل يسهل له به طريقا إلى الجنة. فالحرص على طلب العلم مما هو علامة إرادة الله الخير بالعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دليل على
أن العكس كذلك، من لم يفقهه الله في الدين فهو لم يرد به خيرا. فالخير في طلب العلم والفقه في الدين والرغبة في العمل بما يتعلمه الإنسان. فقلت إنه قد حك في صدري، حاك تروى حاك مثل الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، وأيضا حك يعني لم يطمئن قلبي، حك فيه لأنه لم يمر بسهولة، فلم يكن هذا الأمر عنده متفقا عليه، لم يكن سمع من الصحابة أمرا لا يختلفون فيه، وولد في زمنه من ينكرون المسعى عن خفين. قلت إنه قد حك في صدري المسح عن الخفين بعد الغائط والبول، يعني المسح عن الخفين في الوضوء بعد الغائط والبول، إذا انتقض الوضوء. فيه اتفاق، فيه دليل على الاتفاق على أن الغائط والبول ناقض الوضوء. يقول: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ يبقى العلم النافع أن نسأل عن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا قد كان هناك خلاف قديم في هذا الزمن، ولذلك كانوا يقولون للمغيرة صاحب حديث المسح الخفين، مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. جرير صحيح، جرير بن عبد الله، فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. ده دليل أن المسألة كان فيها منازعة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا المسح، يعني عدد كبير من الصحابة رووا المسح الخفين بعد نزول المائدة. المقصود هنا في كيفية السؤال وفي كيفية الإجابة وفي حقيقة التعليم. ليس التعليم أن نفرع على السائل الآراء والاختلافات وأن نجعل الأمر معقدا يتوه فيه لا يدري كيف يصنع. بالنسبة نعم على السائل الأمر ده، إن كيف يكون زوال شك السائل والمتعلم، المسؤول العالم يعمل ايه لما حد يجيله؟ في ناس كتيرة جدا بتقعد ايه يستعرض عليه، يقول له: انت عارف فيها كم استعارة مكنية وكم استعارة تصريحية وكم نوع من انواع المجاز وكم بديع، وهو الراجل جاي يسأل على الحلال والحرام، وجاي يسأل على ازاي يتوضى وازاي يعني يغتسل وازاي يمسح على الخفين. وللعلم هذا الذي يؤدي الى ضياع العلم، الطريقة المعقدة للناس. انت عارف اراء العلماء فيها ايه؟ الاختلافات اللي فيها ايه؟ وده مذهب مين؟ وده مذهب مين؟ وده وانت تعرف مذهب الامام الفلاني؟ وهكذا يظل حتى يعني تتغور مسالك العلم، بدل ما يكون العلم النافع هو ايه؟ جاي يقول له: جئت اسالك هل سمعت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئا؟ والصحابي اجابه بايه؟ قال له: نعم، وجاوبه بالحديث. هو ده العلم النافع. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. الصحابة لأنهم بينقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست برضو آرائهم الاجتهادية هي التي يعني تكون حجة، لكن لكي نعلم منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما قلنا كده، الصحابة هنا قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يطلب، وده قلنا له حكم ليه الرفع. فاحنا بنستفيد من كلامهم النفيس، وأيضا يكونوا ناقلين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا سؤال أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم: كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هدي أهل السنة خلاف أهل البدع الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرومون تشويه صورتهم عند الناس. ولا تجد أحدا يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعنده الهوى والبدعة. واعلم أنه من أهل الفساد الذين يفسدون يريدون إفساد الدين، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. ولذا شر أهل البدع المنتسبين إلى القبلة الرافضة والخوارج لسبهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم إياهم. والمستشرقون في زماننا والمستغربون الذين يريدون تشويه صورة الصحابة رضي الله عنهم، كهذا الخبيث الذي يعني ألف كتابا كبيرا في ما يعني يستهزئ فيه بما يعني بالصحابة لأجل ما وقع بينهم من خلاف، اسمه مسميه حروب الرحماء ولا اسمه ايه؟ والعياذ بالله، واحد يعني من أهل الزندقة والنفاق والعياذ بالله. إبراهيم عيسى. فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على الفساد، علامة على الشر. قال: فجئت أسألك هل سمعته يذكر من في ذلك شيئا؟ هذا الذي تضع له الملائكة أجنحتها، يسأل ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله في الحب، جاي الكلام عليه، ويسأله في التوبة، ويسأله في يعني جميع ما عنده من المسائل لكي يعتقد ويعمل. سؤال عن الوحي، عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى هذه الطريقة في التعلم، أن نسأل ونطلب ونرحل من أجل أن نسمع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. العالم يفيد المتعلم بمسائل أكثر من التي سأل فيها، لأنه يعلم الحاجة إلى ذلك. هو لو قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح على الخفين لكان ذلك إيه؟ جوابا. هو سأل ولكنه ذكر له التوقيت والفرق بين الحاضر والمسافر، بين المقيم والمسافر، وذكر له وجوب نزع الخف من الجنابة، وذكر له أن النوم ناقض مثل البول والغائط. فذكر له جملة من المسائل المفيدة لأنه يحتاج إليها. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا من الشفقة على المتعلم وعلى المسلمين عموما، أن يري أنه يعلمهم المسائل التي يحتاجون إليها، ما سألوا فيه وما لم يسألوا، وليس بأن يبخل بالعلم الذي عنده أو يمتنع من الإجابة عليه وهو قادر على ذلك. كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا، أي يبيح لنا ذلك، أن هذا الأمر ليس إلزاما باتفاق أهل العلم. عدم يعني الأمر بعدم نزع الخف أمر إباحة، لأن المعلومة أنه قد وقت لهم، فدل ذلك على أنه أمر بعد حظر. فالمقصود به إباحة أن لا ننزع خفافنا. والخف نعل من أدم من جلد يغطي الكعبين، وقد كان في عرف الصحابة رضي الله عنهم أن كل ما يغطي الكعبين الرجل ومحل الفرد يعني يسمى خفا، وإن اختص أحيانا بمسمى خاص مثل الجوربين. فقد قال أنس رضي الله عنه لما سئل عن المسح الجوربين
قال إنها خفاف ولكن من صوف، فدل ذلك على أن النعل من أدم من جلد، هذا هو الغالب، وإلا فلو كان من صوف أو نيل أو غير ذلك أجزاء. ثلاثة أيام ولياليهن، هذا في المسافر. مفهوم المخالفة أن المقيم بخلافه. وقد ثبت من حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام في المسح، ثلاثة أيام ولياليهن، ويوم وليلة للمقيم. هذه الرواية لأن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام احتج به من يقول بأن وقت المسح يبدأ من ساعة اللبس، يعني هيبدأ يحسب اليوم وليلة أو الثلاث أيام من إمتى، فقالوا أن لا ننزع خفافنا يعني من ساعة ما لبس، وبعضهم بيقول من حين أحدث، والصحيح أنه من حين مسح، لأنه وقت لهم في المسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم، وإلا فهو من حين لبس الخف لم يتعلق به حكم بمجرده، وإن واحد لابس خف قاعد يوم كامل لم يتوضأ لا, لا, لا كيف يحسب ذلك، لم يترتب عليه أمر يتعلق بالمسح. فأصح أقوال أهل العلم أن الأمر متعلق أن هذه المدة يبدأ حسابها بأول مسحة يمسحها بعد أن يكون قد أدخل الخفين أو الجوربين على طهارة مائية، لحديث المغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين، ومعنى التوقيت هو ذلك. فهذه هذا الحديث وغيره من الأدلة يرد على قول من يقول بأن التوقيت ليس بشرط ولا بلازم، وذكروا أحاديث ضعيفة في الزيادة على ثلاث، قال وفي بعضها امسح ما شئت إلى سبع وما شئت، فهذه أحاديث ضعيفة لا تثبت، والأحاديث الصحيحة تقيد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. لا هو لبس أول النهار وفضل على وضوءه مثلا لحد المغرب وبدأ يمسح بعد المغرب، يبقى هيبدأ مدة المسح من إيه؟ من ساعة ما مسح، هيبقى لليوم والليلة اللي بعديهم، ما زادتش ولا حاجة. هي احنا بنتكلم على بدايتها من امتى، هي ما زادتش عن يوم وليلة، بس بنبدأ من متى تبدأ حساب المدة، هي كله يعني الصحيح انها يوم وليلة. تبدأ من امتى اليوم والليلة دي؟ قلنا قول بيقول من حين لبس، قول بيقول من حين احدث، قول بيقول من حين ايه مسح، والحديث بيقول له ان هو وقت في المسح، يبقى المسح يبدا من ساعه ما يمسح. يمسح يا شيخ بعد حدث؟ ما هيمسح بعد حدث طبعا. لو جدد وضوءه يبقى هيعتبر وضوء الاولاني لسه على ما هو. نعم. لا العبرة بالمسح بعد الحدث. بالمسح بعد الحدث. بالمسح بعد الحدث. خلاص لازم يكون أحدث عشان نبدأ نحسب. خلاص ما يتحسبش. فقلت له هل سمع هذا الحديث يقول لكن ولا إلا من جنابة دليل على وجوب غسل الرجلين في الجنابة ولا يجزئ المسح،
وهذا اتفاق من أهل العلم. لكن من غائث وبول ونوم هنا تصريح بأن النوم ناقض، والصحيح أن النوم المستغرق ناقض للوضوء. هنا أطلق النوم، ولكن ثبتت أحاديث تدل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخرة فتخفق رؤوسهم وربما تميل جنوبهم ويصلون ولا يتوضؤون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد لذلك. فأصح أقوال أهل العلم أن النوم المستغرق ناقض، لأنه مظنة الحدث. وأما النوم الخفيف فلا ينقض. قلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى ما يهواه الإنسان، ما يسميه الناس الحب. والحديث ورد في الحب، لفظه في الحب: المرء مع من أحب. وهذا يدل على فضيلة حب الصالحين، حب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحب ملائكة الله عز وجل. فحب هؤلاء سبب لسعادة الإنسان بصحبتهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم في الدنيا. وعلى تباعد الزمان الحب يجلب مثل ذلك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا أعد معهم ولو لم يكن منهم. ومن أحبهم على بعد الزمان حصل له من الخير بحبهم مثل ذلك، لأن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب. وهذه نعمة على المحبين سابقة، ودليل على فضل الحب في الله، وسبق من أحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فإن ذلك يجعله معهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن الصحابة والتابعين كانوا بيسألوا على إيه؟ على كل المسائل الاجتماعية والعاطفية ونحو ذلك، وبيجاوبوا الإجابة النافعة، لأن الحب من أعظم أمور الموالاة. المرء مع من أحب، يبقى اللي بيحب الكفار يكون مع الكفار، يحب المنافقين يبقى مع المنافقين، يحب الظلمة يبقى مع الظلمة، يحب المتقين المؤمنين يكون معهم. فهذا فيه أصل الولاء والبراء. الولاء في الله عز وجل أن يحب الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين ويكون معهم، وأن يبرأ من حب الكافرين خوفا أن يحشر معهم إذا حشروا يوم القيامة. ونلاقي في مضمون هذا الحديث من اللطائف الجميلة أن الصحابة بيروا القصة بتفاصيلها حتى بنبرة الصوت لدقتهم. قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، صوت مرتفع: يا محمد. وهؤلاء الأعراب لم يكن عندهم من الأدب ما عند الصحابة الآخرين، أولا في أنه ناداه بصوت مرتفع جهوري، ثم ناداه باسمه. ولكن هو الرجل على عادة الأعراب في الجفاء والغلظة، لكن عنده حب، ولذلك يسأل عن هذه المسألة. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم نحو من صوته، لأن هذا فيه تنبيه له. والإنسان لما تكلمه بنبرة صوته ونبرة كلامه، تلاقي بعض القبائل العربية اللي يكلمهم باللغة بتاعتهم يبقوا فرحانين بيه جدا، يتضاعف قبولهم لكلامه. بعدين انت تيجي تكلمهم باللغة بتاعتنا احنا اسمعوش. ها أم، يعني ها أنا ذا، يعني أقبل، أنا سلم حاجتك. فقلت له: ويحك. فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال له صفوان: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. فقال: والله لا أغضض. أنا عايز أسأل، أنا محتاج حدش يكلم معايا. والله لا أغضض، فيه احتمال جهل الجاهلين، وإن كان لبعضهم فضل يغفر لهم به ما قد يقع من يعني مخالفتهم. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لما يلحق بهم لم يدركهم في الأعمال، في المنزلة، في العلم، في العمل، لم يدركهم. وبعضه أيضا لما يلحق بهم في الزمان فقد مضى زمانهم وهو لم يدركهم لبقائه في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 90 نفسا من الصحابة، وصلوا إلى 100، فهو حديث متواتر. قال أنس رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أعمل مثل عملهم فأرجو أن أكون معهم. اللهم ألحقنا بالنبيين الصديقين والشهداء والصالحين. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. المقصود من هذا التكثير وتوسعة هذا الباب قبل المغرب والشام بالنسبة إلى المدينة وما حولها. مغرب المقصود به باب قبل المغرب، لا ندري كيفيته ولا مكانه. قال: خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، الظهر هو في السماء، وعده بعض العلماء من أبواب الجنة باب التوبة. وعلى أي الأحوال الظاهر أنه يعني في السماء قبل المغرب، لا يزال مفتوحا للتوبة، حتى لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة، وتحمل كل إنسان عمله من خير وشر، من إيمان وكفر، نسأل الله العافية. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.